ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شهر جديد، توقعات شهر يوليو لعام 2022، بتمنى لكم شهر جديد سعيد عليكم ان شاء الله. عندنا طاقة حلوة جدا جدا خلال هذا الشهر، تأثير حركة الكواكب داعمة لينا كلها عن الشهر اللي فات اللي كان المريخ بيعاكسنا، الى ان دلوقتي المريخ بيدينا الطاقة والدعم كله لانه موجود عندكم يا برج السور. عندنا كتير فعليا من تأثير الكواكب الداعمة، لكن ده ما يمنعش ان احنا عندنا بعض التحذيرات. خلينا كده نتكلم بشكل خاص اكتر التأثيرات المتواجدة في خلال هذا الشهر. شهر يوليو بالنسبة لنا الشمس موجودة ببرج السرطان، ده اول 21 يوم، بعد كده بتنتقل لبرج الاسد. فده بالنسبة لنا فيما معناه ان احنا عندنا كتير علاقات وود وتقارب، هيكون عندنا اشخاص داعمين لينا جدا او احنا داعمين لحد. يعني انت في اشخاص انت بتدعمهم يا برج السور، يا في اشخاص هم اللي بيدعموك بقدر كتير قوي. فاذا في حلقه دعم حلو، في حلقه وصله حلوه، في ترابط عائلي، ترابط اجتماعي، ترابط ما بيننا وما بين اصدقاء العمل، في ترابط حتى كمان ما بيننا وما بين الوضع العاطفي، ما بيننا وما بين حبيب، ما بيننا وما بين الشريك الخاص بينا او اولادنا بمعنى اصح. ده للفتره المتعلقه لحد 21 يوم 21، ده اللي هي الفترة المفتوحة كعلاقات مع كل الأشخاص، يعني مش على وجه خاص، لا انت عندك علاقات عديدة، تحس ان انت اجتماعي بزيادة، محبوب بزيادة، متألق بزيادة. عارف فكرة لما يبقى عندك في حضور مناسبات وحضور لقاءات وحضور مش عارفة ايه، وفلان عايز يتكلم معاك وفلان بيتواصل معاك، هو ده هتحس ان انت شخص مرغوب فيك بزيادة يعني. طيب بالنسبة ليا برج السور، للنقطة التانية، في ظل العلاقات الكتير بيواجهنا حاجتين، اول حاجه انها بتبقى عمليه حظ ودعم وقوه وثقه في النفس زياده وجو لذيذ كتير، لكن النقطه الثانيه بتجيب لنا قهره شويه من الحسد، يعني بنكون محسودين، منظورين في حياتنا جدا، واضحين اكثر امام الاخرين، لو مش واضح امام حد بتبقى واضح امام التاني، يعني حياتنا مكشوفه. عارف لما تبقى حياتك مكشوفه؟ يعني مش حياتك مكشوفه بتبين اللي انت عايزه وبس، لا، ده مكشوفة عن حاجات غصب عنك بتظهر، غصب عنك بيوضح أمور أنت مش عايز توضحها أو تعلنها أو توريها لحد أو تقولها لحد، فيكون ده واضح جدا يا برج الثور. برج الثور النقطة الثانية، أنت هيكون عندك العديد من الأمور الخاصة بالطاقة، يعني أن أنت عايز تنطلق تروح وتيجي وعايز تحقق حاجات كتير من الخاصة بإنجازات. أنت نفسك عندك طاقة اجتماعية على فكرة، ما هو الواحد لما يبقى عنده الطاقة الاجتماعية دي على قد ما هو بيبقى مبسوط، على قد ما هو بيبقى يعني كتير محسود. فانت عندك الطاقة الاجتماعية، عايز تقرب من فلان وعلان وفلان وعلان، وعايز اللي هو بقى ابقى شخص جامد جدا جدا ومعدي، بس الفكرة كلها ان احنا بيجي علينا في الاخر، بنتحسد احنا في الاخر. فده بالنسبة لي برج السور للإطار اللي ليه علاقة بالنقطة دي. طيب بالنسبة كمان لحاجة تانية، الوضع المهني، الأمور المهنية بالنسبة لأصحاب برج السور، احنا عندنا هيكون في كتير علاقات وفي كتير دعم في الشأن المهني، يعني عروض مهنية. ما أنا زي ما قلت لكم العلاقات دي فيها خير كبير لينا وفيها شر، ولكن الشر نقدر نسلم منه إذا أحذرنا يعني. طيب الوضع المهني زي ما قلت لكم ان احنا عندنا دعم مهني حلو قوي، اشخاص بيعملوا بيعرضوا علينا عروض متميزه، في شراكات مهنيه، في كمان تصليح للعلاقات اللي مع اصدقاء العمل، يعني مثلا انا واصدقاء العمل بالنسبه لنا كان في مشكله، كان في مشاكسه، الا ان عندنا في تصليح لهذه الامور، في تصليح علاقات بقدر كتير قوي، شراكات حلوه، عروض وتميز بشكل كتير حلو في الوضع المهني. العمل الجماعي هيبقى بينجح جدا، يعني لو انا بشتغل في حاجه والعمل عمل جماعي مش عمل فردي فيكون بينجح كتير، فده هيكون يعني في تاثير حلو كتير في الوضع المهني، مكسب جيد، شهره لو انت شخص يعني شغلك ليه علاقه بشهره، لو انت عندك في ترقيه بتسعى اليها فهتحصل على ترقيه بشكل كتير عالي ولطيف. فبرج السور اذا احنا عندنا علو شان، عندنا مكسب، عندنا في حصول على هدف في الامر المهني، وزي ما وضحت لكم عندنا عروض مهنيه والعمل الجماعي بينجح كتير، لدرجه ان الوضع المهني هيكون فيه تحقيق مكاسب ماليه، يعني عندنا مكسب مالي من العمل، في عندنا فلوس حلوه هتجيلنا من شغل، عروض مهنيه مكسبها مضاعف لينا من الاطار المهني. فاذا ده الوضع المالي عامه، يعني الوضع المالي جيد، تحسن اموره حلوه كتير، بس عندنا مصاريف بقى، يعني في مصاريف كتيره جدا جدا
خاصة المصاريف دي هتكون في الفترة المتعلقة من يوم 20 أو من بداية يوم 20، لأني اعترض هيبقى من يوم 20 موجود ببرج الأسد، وده هيكون المنزل السادس بالنسبة لنا. على قد ما أنت بتعمل تصليح علاقات مهنية وأصدقاء وتصليح أخطاء مهنية، وبتحاول كتير تنجز في عامل الوقت جدا في الإطار المهني، إلا إن هيكون عندك الوضع المالي في مصاريف كتير، في ان انت ممكن تكون مشكله متعلقه بيه، مش ازمه ماليه بس في فلوس ليك عند حد مش هتبقى مش هتعرف تحصل عليها، او فيها تجنيد او فيها بعض الاختلافات، الى ان خلال اخر 10 ايام في امور جدليه او كلام على ان احنا عايزين نرجع مستحقاتنا، نرجع مالنا مره تانية، فيكون عندك ده كتير يا برج السور، اللي هو محاولات استرجاع مال خاص بيكم. طيب الوضع العاطفي، الامور العاطفيه احنا عندنا الوضع العاطفي برضو مهما كان في شأن كتير جيد. الشمس موجوده منزل العلاقات، فده بيعزز كتير من الاهتمام بيكم، من ان انتوا يبقى في اشخاص بيتواصلوا معاكم دايما وبيكون في اتصال ما بينكم وبين بعض دائم، فده بيخليكم ان انتوا قد ايه مهتمين بنفسكم اكتر، قد ايه حابين ذاتكم اكتر. على فكره برج السور انتوا من اكتر الناس اللي هتبقى مهتمه كتير بشكلها، بمظهرها، بجسمها، باللياقه، بالالوان، بالازدهار، فهتلاقوا نفسكم ان انتوا بتميلوا الى الازدهار بقوه، الى الجمال بقوه، الى الاشراق بشكل كتير قوي، فده هيخليكم ان انتوا قد ايه حابين نفسكم وتتحبوا من الآخرين يا برج الثور، يعني هتلاقوا ان كتير باصص لكم وكتير منجذب ليكم جدا. فاذا للناس اللي مش مرتبطين والناس المنفصلين هنقول لولي لولي قريب، يعني هيبقى في خطوبه، في زواج، في امور عاطفيه جيده جدا جدا، في بدايات هتبقى سعيده باذن الرحمن متواجده في خلال الفتره دي. في تعزيز بقى علاقات، يعني لو علاقه كانت ها او علاقه صداقه فالامر يتحول بالنسبه لنا لعلاقه رسميه او علاقه اساسيه او قويه. في تحويل علاقه من خطوبه الى زواج، من زواج لمواليد، في تعزيز روابط كتير، في ان احنا والحبيب لو ما كناش قريبين من بعض قوي فهنقدر ان احنا نقرب من بعض بشكل كتير اقوى وافضل. برج الثور للناس المتجوزين، يمكن تكون علاقتك مع بعض الابراج مش جيده والبعض الاخر رائعه جدا جدا، لكن عايزه اقول لك ان بعض الابراج اللي مش جيده زي برج العذراء، زي برج ده من الابراج الترابيه، برج الاسد من الابراج الناريه، زي برج السرطان اول 17 يوم من الابراج المائيه، زي برج الجوزاء برضو من الابراج الهوائيه، عندك ده، يعني عندك بعض الابراج، يعني اتكلمتكم على كل برج من كل مجموعه، دول بالنسبه لك مش الطف حاجه في الوضع العاطفي، فبس هيتحسن الامر. يعني انت هتلاقي نفسك ان انت بتدعم الحبيب، متقبل الحبيب، متقبل مثلا ان الحبيب يكون عنده ضغط في حاجه معينه فبتدعمه، فهيكون عندك احساس بيه كتير، وده اللي يمكن يكون جديد على اصحاب برج الثور، ان هم يقدروا يتحملوا الحبيب او يدعموه في ظل المشاكسات، وي ان هم يتحملوا. فبرج الثور انت عندك فيه متحمل لظروف الحبيب، متحمل لضغوط الحبيب، ده مع بعض الابراج، لكن في بعض اخر انتوا رائعين وعلاقه مميزه جدا جدا، وفي علاقات مع برج الثور تعتبر من احسن العلاقات. طيب برج الثور بالنسبه لك انت عندك كمان ان هيكون في دعم، او انت بتقف بجانب الحبيب. اي نعم انت بتدعمه رغم، بس بتدعمه من الناحيه الماليه، او بتدعمه من ناحيه ان انت بتنصحه، بتدعمه ان انت بتديله طاقه ايجابيه اكثر. الامور الاجتماعيه والعائليه، الوضع العاطفي احنا هنتكلم عنه بصوره مفصله، وعلاقتك مع كل برج في فيديو لوحده زي ما احنا متعودين، بس عشان عامل الوقت خلونا ان احنا نتكلم كمان على باقي التوقعات المتعلقه بشهر يوليو. الوضع العائلي او الاجتماعي بقى بالنسبه لك، الوضع العائلي احنا هيكون عندنا برضو في تعزيز علاقات عائليه ورابط عائليه، ممكن يكون في حضور مناسبات، لقاءات، في تجمعات عديده جدا جدا متعلقه بالاهل، الاحباب، في زيارات، في ود، في تقارب في خلال هذا الشهر جدا جدا جدا، وبصوره كتير داعمه للنفسيه لاصحاب برج الثور. فبرج الثور بالفعل احنا عندنا العديد من الاخبار الجيده في الشان العائلي، ترابط اكثر، ود اكثر، تصالحات كمان عديده جدا، تصالحات عائليه عاطفيه كمان متواجده،
فإذا الوضع العائلي رائع، الوضع الاجتماعي رائع، لأن احنا عندنا العديد والعديد من العلاقات، بس في علاقات شوية مع أشخاص سلبيين، أشخاص أنتوا عارفين إن هم مش ألذ حاجة، يعني أشخاص خبيثة نوعا ما، فيكون عندكم إن أنتوا بتعملوا عليهم علامة إكس قوية جدا، يعني اللي هو تعالى أنت على جنب عشان أفضي السكة للناس الكويسة إنها تدخل. فده المبدأ اللي أنت هتبقى بتتخذه خلال الفترة دي يا برج الثور. برج الثور، إذا ده من حيث الأمور العائلية والاجتماعية. أنت فكرك إيه أو تفكيرك ومشاعرك إيه خلال هذا الشهر؟ لا، برج الثور أنت عندك حالة تطويرية، يعني خلال هذا الشهر أنت بتتطور أكتر، كأنك بتفوق، كأنك بتروق، كأنك قادر على تفكير في بكرة، بتدي مساحة لعقلك إنه يفكر في بكرة بشكل أفضل كتير. عندك حاجة ليها علاقة بأزمة أو ضغط عليك إلى إنه بيتحل هذه الأزمة أو المشكلة. ممكن الأزمة دي متعلقة بأمور مهنية، أمور مالية، أمور دراسية، لأن برضو الوضع الدراسي عند برج الثور يتحول من ضغوط إلى تحسن، إلى نتيجة جيدة، في نتيجة جيدة لأصحاب برج الثور في الوضع الدراسي. ولكن إحنا برضو متعودين بنتكلم على الوضع الدراسي لكل برج من الأبراج في فيديو لوحده. عامة أنا بتمنى كتير إني أكون فدتكم، بتمنى يا رب إن أنتوا تكونوا دايما من الناجحين، لأن برج الثور دايما من الأبراج الناجحة. بتمنى ليكم التطوير، وبتمنى لكم شهر سعيد إن شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.